ما يميز هذا التدريب بيجسد واقع. ومن الطبيعي انه كل هذا اللي تعلمناه خلال هذا التدريب من الضروري انه انا كفرد في طبيعه حياتي وبكل مجرياتها اترجمه على واقعي العملي. انا اخذت اساسيات كيف اكون مبادره ناجحه، شو اهميه تكوين فريق عمل تطوعي، شو الاشياء اللي لازم نتلاشاها. أنا من الناس اللي بشجع لحتى يكونوا من ضمن المشاركين في مشروع محاربة الفكر المتطرف.